لاتسيو ينتصر على الانتر بنتيجة 2-1. لاتسيو يعقد كل شيء في الدوري الايطالي، الدوري الايطالي يولي احسن دوري هذا الموسم، لانه الدوري الانجليزي بريسك تحسم، الدوري الالماني ما زاد فيه لخبطة شوية، الدوري الفرنسي محسوب، لا ليغا بصراحة فهم برشا مشاكل، هاو ريال تربح هاو ريال تخسر هاو الوسط تخسر هاو معناها ما فهمش كالاستقرار. لكن بصراحة الدوري الإيطالي سناء عطينا مردود ممتاز جدا. ذكروا اللي قبل الجولة هذي بتلعب كان الانتر الأول، اليوفي الثاني، ولاتسيو الثالث، توا تغلبت الموازين ولا اليوفي الأول، لاتسيو الثاني، والانتر هو الثالث بعد المقابلة انتصار لاتسيو على الانتر، كما انه اليوفي انتصر على بريتشيا اليوم بنتيجة 2-0. باش نوليو نهتمو شوية بالدوري الإيطالي في القناة تاعنا، لأنه يعني أصبح دوري قوي وممتاز كما قلت لكم. التحليل هذه مقابل باش تشوفوه بعد شوية. مدرب كونتي يبدأ بتشكيلة 3-5-2، نفس تشكيلة المقابلات السابقة. مدرب نادي لاتسيو على الورقة ليلعب تشكيلة 4-3، في الإعلان ربما ظهرت تشكيلة مخالفة ولا حاجة، لكن على الورق في الحقيقة لعب تشكيلة 4-3 لمصلحة نادي لاتسيو. لاتسيو هو اللي بدا المبادر للهجوم، هو اللي استحوذ على الكرة، هو اللي حاول يخلق الهجمات. نادي الانتر كانت عنده شوية مشكلة في التمركز بصراحة، ما كانش يطلع في البلوك نتاعو، كان كل ما يقدم نادي لاتسيو يربح في التيران أكثر، نادي الانتر يوخر التالي ويتكتل دفاعيا. هذيك هي كانت مشكلة مدرب كانتي، مش في بداية المقابلة، بداية المقابلة ما بدات متوازنة، لكن بعد بدا عمل ضغط عالي كانتي ما نجحش فيه المدرب كانتي، لكن بعد ولا يوخر، بدا يوخر بشوي شوية ويلتزم الضغط، يلتزم العودة الدفاعية، خاصة انه لاعبي لاتسيو كانوا يقدموا قدام يربحوا في التيران، لاعبي الانتر يتراجعوا للخلف. هذه كانت مشكلة الانتر في المقابلة هذيا. الانتر قاعد يلعب شوية على الكرات المرتدة، لكن اذا كان الانتر باش يبني الهجمة كان نادي لاتسيو يرجع بسرعة للدفاع. لكن بصراحة مرة بعد مرة تشوف لوحة فنية ممتازة جدا من لاعبي الانتر، ويتمكن من خلالها يعني من الوصول للمرمى. واضحة خدمة مدرب كونتي في الانتر، لكن فما شوية مشاكل بصراحة في المنظومة الدفاعية. المنظومة الدفاعية بتاع الانتر فيها مشكلة، انها متطلعش تعمل ضغط عالي، ما هيش تطلع في البلوك بتاعها، لا قاعد توخر في البلوك بتاعها، ولكن هي مشكلة. المشكلة كي توخر البلوك بتاعك، اقل كورة اقل هجمة معناها باش تسجلك، باش تقعد تتحمل في عبء المقابل، انت تتحمل عبء المقابل صفة كبيرة في هذه المباراة. بالرغم انه هو يبادر التسجيل، جاب الهدف الاول بعد عكس هجمة بسرعة، واشلي يونغ يسجل. اشلي يونغ بصراحة خرج من اليونايتد، يونايتد شتائم كبيرة من يونايتد، برشا ما قبلوش في يونايتد، مشى توا الانتر تاجق في الانتر كيما لوكاكو، معناها خرج من يونايتد كان معناها لاعب عادي في اليونايتد ماش ستار، هو كان مشى للانتر توا ستار بامتياز، استغلال الكرات المرتدة، وخاصة لاعب لوكاكو الدور نتاعو الكبير، لوكاكو في الكرات المرتدة والكرة مثلا تبدا من الدفاع توصل للهجوم، لوكاكو كان اللي يمسك الكرة ويخرجها يعني مستغل الثقل البدني الكبير نتاعو. هذاك هو دور اللاعب لوكاكو اللي يتعود قداش مرة في المقابلات الكرات العالية يستلمها، ياخذ الكرة ويستنى المهاجم يمشي يطلع، معناها كان الدور الكبير تاع لوكاكو في منظومة الانتر. لاتسيو بصراحة في الشوط الأول قدم شوط أول محترم، لكن ما وصلش التهديف، بما أنه لاعبي الانتر كانوا بصلابة عالية دفاعيا، يتراجعوا الكل في الدفاع، ما يخليوش حتى ثغرة للاعبي لاتسيو باش يقدموا قدام. لاتسيو يلعب على الأجناب أكثر، لأنه فمك شوية كثافة في وسط الميدان، بالرغم أن لاعبي لاتسيو بتاع الوسط عندهم الراحة، لأنهم لاعبي الانتر بتاع الوسط كانوا يتراجعوا للخلف، لكن بالرغم من هذايا معناها ما لقاش لاتسيو الثغرات في وسط الميدان، ولا يلعب التوزيعات أكثر، توزيعات كلها تلقى لاعبي الانتر بودين ديفريخ يعني ما كانش من الوصول أكثر للمرمى. الشوط الثاني ربما استمر نفس الإيقاع بتاع الشوط الأول، لاتسيو يقدم القدام، الانتر تقعد التالي تستنى هجمات مرتدة، ومرات تلعب على هجمات يعني مركزة، لكن هجمات مركزة مع الانتر ما تنفعش، بل لاتسيو نسبة الهجمات المركزة نتاعها كانت أكثر. جاء الهدف الأول عن طريق ركلة الجزاء بعد معناها كرة ثابتة مخالفة، لخبطة في دفاع الانتر، بالطبيعة باش تحمل عبء المقابل كطريقة هذيكا، بالطبيعة لازم تقبل هدف، ضربة جزاء تتسجل، ثم ركنية أخرى وتجيب هدف، معناها استغل الكرة الثابتة في هذه المقابلة لاتسيو،
استغل كرة ثابتة بالرغم إن يعمل هجمات مركزة، لكن هجمات مركزة ما نفعتوش. باش الانتر كي يرجع دفاعيا بتبيع معناها اي اقل غلطة، اقل بلالتي، اقل حاجة، اقل معناها اي حاجة تنجم تأثر عليك وتقبل هدف. اذا كاش الانتر اليوم كي تلتزم خطة التكتل الدفاعي ماهوش باش ينجح، امبوسيبل معناها في كرة قدم خطة التكتل الدفاعي تكون ناجحة، معناها لو كان ظهرت لك معناها تنجح. لكن حط احتمال اذا كان باش تكتل دفاعي ترجع تقعد تتحمل فيها بالمقابلة بنسبة 90% باش تقبل هدف. مخالفة ركنية، أي كرة معناها أي كرة معناها فما احتمالية كبيرة باش تسجل هدف، خطأ من الحارس معناها خطأ في الدفاع، خطأ في خارج الكرة معناها باش تسجل هدف. بنادي لاتسيو كان عامل شوية ضغط على نادي الانتر، باش نحكيو على نادي الانتر هجوميا شوية ومحكيش على الانتر هجوميا. الانتر هجوميا ما كانش بارز برشا، كان بارز فقط في الكرات المرتدة، ولكن مرات زاد نادي لاتسيو سل ضغط عالي على لاعبي الانتر تاع الدفاع. هذاك عايش نادي الانتر بيخرج بالكرة بسهولة، يتطلق للهجوم بسهولة، هذاك علاش خلق شوية خطر وقلق شوية نادي لاتسيو. لكن نادي لاتسيو بالسرعة نتاعو نتاع المهاجمين كانوا يرجعوا بسرعة ويسندوا الدفاع لاعبي الوسط بعد ما يعملوا ضغط عالي بالطبيعة. بعد معناها ما سجل الهدف الثاني ربما انت تغير شوية الوجهة التكتيكية نتاعو، ولا يعمل ضغط عالي على مدافعي لاتسيو، ولا مندفع أكثر يحب يسجل بطبيعة لأنك يعني منهزم وبشوية في مرة ثلاثة معناها باش تطيح في الترتيب برشا. لكن بالرغم من هذايا ما كانش تسجيل استمد دفاع لاتسيو، لاتسيو يبقى في بقية المقابلة يحاول استغلال الكرات المرتدة، ما تنفعش دخول إيريكسن ما ينفعش كيف كيف برشا تغييرات، دخول موزيس ده ما ينفعش، معناها المقابلة تنتهي بانتصار لاتسيو 2-1. والترتيب يتغير وتنقلب الطاولة، برشا كلام شي تحكي، برشا معناها إثارة في الدوري الإيطالي. هكا نوصل لهذه الحلقة، متنساش تابوني الشين وزي من الفيديو. سبحان الله، كنت تلقاكم في موعد الرياضة.